لابس قميص ابيض ومية مية، شيك طول عمرك انت يا عمر. الله، اتفضل يا عمر. حبيبي يا كابتن اسلام، حبيبي يا كابتن اسلام، برحب بحضرتك وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك اتكلمت، لا هنخرج شويه من منتخب مصر وبطوله افريقيا الى اسبانيا ومقر بعثه اقامه النادي الاهلي. وزي ما حضرتك قلت، مع واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في مصر في الفتره الحاليه، ولو كان موجود فعلا مع المنتخب الوطني اعتقد انه كان هيفرق بشكل كبير جدا جدا. مش رايي بس ولا راي حضرتك، ده راي كل النقاد والمحللين. النجم الكابتن رمضان صبحي. رمضان، برحب بيك. عمر، برحب بيك وبمسي على كابتن اسلام وكل مشاهدين قناه النادي الاهلي. رمضان، انا عايز ابدا معاك من الاخر. بعد اتمام الاعاره لنادي الاهلي، كتبت على الانستجرام كلمه واحده، قلت اهلاوي. الكلمه دي بتمثل لك ايه؟ لا طبعا، انا متربي. عمر، انت عارف انا متربي في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين، فموجود يعني مش محتاج ان انا اقول حاجه زي كده. الواحد فعلا اهلاوي، ودي حاجه مش كلام، دي من جوه الواحد، فدي حاجه معروفه للناس كلها، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه. رمضان، يمكن اعارتك من هاردرسفيلد للنادي الاهلي يعني الموسم الثاني اكيد كان فيها بعض الصعوبات، كان فيها يعني بعض التعنت من هاردرسفيلد. هاردرسفيلد عارف قيمه رمضان صبحي وعارف قيمه اللاعب اللي كان موجود معاه، واعتقد ان هو فرط فيه بصعوبه جدا. عايز اعرف منك كواليس الصفقه، كواليس الانتقالات، ازاي رمضان صبحي قدر انه يضغط على اداره هاردرسفيلد علشان يكون موجود مع النادي الاهلي الموسم الاضافي؟ لا والله عمر، هو من الاول خالص كان في، كنت انا نفسي اقعد في الاهلي سنه كمان، واداره النادي كانت نفس الكلام، فكان في ما بيننا يعني كيمياء كده، اللي النادي كان عايزني ومهتم ان انا ابقى موجود، وانا كان نفس الكلام. طبعا زي ما انت قلت، المفاوضات كانت صعبه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا اداره النادي الاهلي بصراحه، كابتن محمود الخطيب والباشمهندس خالد مرتجي بصراحه عملوا شغل جامد جدا، قدروا ان هم يخلصوا. كنا كلنا في ظهر بعض، كانت صعبه جدا، قعدنا اسبوع حوالي، حاجات رايحه جايه كده صعبه جدا، بس الحمد لله خلصت في الاخر. الحمد لله موجود في النادي الاهلي، بيتي والحته اللي انا اتربيت فيها، وان شاء الله اهم حاجه الفريق كله يعمل حاجه كويسه ان شاء الله السنه دي. كنت خايف رمضان ان الصفقه تبوظ بسبب تعنت اداره هاردرسفيلد، ولا كان عندك يقين ان انت ان شاء الله بدل صنك في ربنا والمسؤولين ان انت هتبقى موجود في الاهلي فهتبقى موجود ان شاء الله؟ بالظبط. لا، هو طبعا كابتن سيد وعدني كذا مره، وكابتن خطيب والباشمهندس كلهم بصراحه يعني تعبوا يعني عشان يخلصوا الصفقه، وانا برضو كنت معاهم. في اوقات كنت بحس ان الموضوع هيبقى صعب جدا، فكان بيبقى في قلق، وفي اوقات تحس ان الدنيا خلاص سهله، يعني انت يوم ورا الثاني بتحس ان يوم خلاص الدنيا هتخلص النهارده، وتاني يوم تحس ان الدنيا اتصعبت جدا، بس الحمد لله اللي هي خلصت في الاخر، وان شاء الله بقى الفتره دي تبقى خير علينا كلنا. يعني اكيد رمضان، وجود الكابتن اكرامي والكابتن شريف اكرامي في حياتك اكيد بتستشيرهم في بعض الامور الخاصه، اكيد كان ليهم دور في ايضا اتمام تعاقد رمضان صبحي الى النادي الاهلي للموسم الثاني على التوالي كاعاره. اكيد الكابتن اكرامي والكابتن شريف اكيد كان في بعض النصائح وبعض الكلام، واكيد كواليس كتيره يعني ورا الصفقه انا ما اعرفهاش ولا الجمهور يعرفها. كابتن اكرامي والكابتن شريف وقفوا معاك ازاي؟ ازاي كانوا بيتصرفوا معاك؟ ازاي كنت بتتكلم معاهم؟ لا ما فيش والله، هم كانوا بيقولوا لي رايهم، وفي الاول والاخير كان الراي بتاعنا يعني، هم كانوا بيقولوا لي بس رايهم، وفي الاخر يقولوا لي انت اعمل اللي انت عايزه، فانا كنت بستشير كذا حد كده، وفي الاخر كان الراي الاول والاخير اللي انا اقعد في النادي الاهلي. فهم بصراحه قالوا لي حاجات فادتني في الـ في الـ في اللي انا اقعد او امشي او الحاجات دي كلها، بس الحمد لله في الاول او في الاخر الواحد رجع بيته تاني، فان شاء الله زي ما قلت لك الموسم ده نقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. رمضان، انت الموسم الماضي كان حلمك انك تحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن للاسف الحلم لم يتحقق، وبالتالي عارض رمضان صبحي مره ثانيه للنادي الاهلي. هل بيفكر جديا بقى ان شاء الله ان الاهلي يتوج بالبطوله الموسم الحالي ويتاهل للعب مع النادي الاهلي في كاس عالم للانديه، ولا انت شايف الامور في افريقيا بقت صعبه وان الموضوع محتاج قدرات معينه وامكانيات مختلفه، وهل الاهلي ورمضان صبحي ان شاء الله قادرين على ده الموسم اللي جاي؟ لا طبعا، انا كنت جاي نفسي اخد بطوله افريقيا، الحمد لله اللي انا قاعد موسم تاني، نحاول ان شاء الله نحققها. التفكير مش فردي بالنسبه لي بس، التفكير كله عندنا جماعي، كل الفريق بيفكر في بطوله افريقيا، فان شاء الله الفتره دي نقدر ان احنا نحققها. طبعا كل الفرق في افريقيا دلوقتي بقت صعبه، ما بقتش زي الاول، الدنيا بقت صعبه جدا، بس احنا بروحنا واصرارنا فنقدر. لو احنا يعني دايما لعيبه النادي الاهلي من ساعه ما طلعت اتربيت على كده، لو احنا عايزين نعمل حاجه بنعملها، فان شاء الله هو الموضوع في ايدينا، ان شاء الله نعمل اللي علينا، وطالما الهدف جماعي ان شاء الله نوصل له ونحققه يا رب ان شاء الله.
كرة القدم بقت لغة المال، محدش ينكر أبدا الكلام ده، لكن رمضان صبحي هل لو وصلت الإغراءات المادية في مصر لحد محدش يقدر يحسب ولا يعد وتعرض على رمضان صبحي، ممكن رمضان صبحي يلعب خارج النادي الأهلي؟ بص يا عمر، بتهيألي السؤال دوت يعني ناس كتير قوي بتقوله. هو لا بس انا عايز اسمع منك. لا لا مش حاجات كده، هي الناس اصلا مش محتاجه اللي انا اقول خالص. انا عندي 7 سنين وانا في النادي الاهلي، فانا دلوقتي يعني الحمد لله انا بس طلعت سنتين او سنتين ونص ورجعت، فقعدت مثلا في النادي الاهلي 12 سنه ولا 13 سنه، فما اظنش اي فلوس او اي حاجه ممكن تعوض على النادي الاهلي او حب الجمهور او حب المكان اللي انا اتربيت فيه. الناس بتقدرني هنا كويس قوي وانا بحترمهم وبقدرهم، يعني التقدير ما بيننا متبادل. فان يعني شايف ان النقطه دي خلاص بقى المفروض الناس بقى اللي بتكتب او بتقول اي حاجه تشيلها خلاص، عشان هي مش موجوده يعني اوريدي. يعني رمضان صبحي في مصر مش هيلعب غير للنادي الاهلي حتى لو ايه في الاغراءات الماديه؟ ده طبعًا. كلام ده هم اهو من بقك عشان يسمعوه الناس كلها تبقى عارفه. طبعا طبعا دي حاجه اصلا عمر زي ما قلت لك ما ينفعش نتكلم فيها، حاجه اصلا يعني صح. هي شبه مستحيله، او هي مستحيله اصلا مش شبه خالص. فالنادي الاهلي بيتي والناس هنا بتقدرني كويس قوي، بيحترموني جدا، انا برضو بحترمهم، فاظن مش هيبقى في اي حاجه اللي انا ممكن العب في اي نادي غير الاهلي. انت عارف ان الجمهور دايما بيكون متعلق بلعيبه كتير، لكن الغريب ان انت سنك صغير وجمهور الاهلي متعلق بيك بشكل غير طبيعي. ايه اللي خلى جمهور الاهلي يحب رمضان صبحي ونفس العلاقه؟ رمضان صبحي بيعشق وبيحب جمهور الاهلي، يعني تفتكر ليه؟ لا دي ما اعرفش، هو دي حاجه الناس متعلقه بيك جدا، يعني الناس فعلا. انت شفت اكيد تابعت السوشيال ميديا، واكيد الجمهور او بعض المقربين منك قالوا لك ان مهما كانت الفلوس اللي هدرسفيلد كان طالبها، جمهور الاهلي عنده مطلب واحد، اتمام التعاقد مع رمضان صبحي. فوجودك اكيد بيطمن الجمهور. بالظبط. لا هي بص في حب متبادل ما بيننا، دي حاجه بتاعت ربنا. الناس الجمهور كله بيقدرني وبيحترمني، وانا نفس الكلام، جمهور النادي الاهلي ده عندي حاجه كبيره جدا جدا جدا، مش كلام كده وخلاص، الناس كلها عارفه. وبعدين انا بصراحه يعني في فتره كده، الفتره اللي هي لما كان الصفقه هتتم والكلام ده قبليها الاسبوع اللي قبليه ده، انا جالي كميه مسجات بصراحه اللي انا اقعد في النادي. فبص انا كنت من جوايا كده اللي انا مبسوط جدا اللي الناس عايزاني اقعد في المكان، فطبعا بشكرهم واقول لهم ان شاء الله الفتره الجايه نحاول نساعدكم، واحنا ما حققناش بطوله افريقيا، احنا عارفين اللي دي اللي انتوا عايزينها، ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر الفتره دي ندي ال 100% بتاعتنا وندي لاخر حاجه. انا قلت لك الهدف جماعي في النادي كله وحتى اللعيبه، ان شاء الله نحاول عشان نفرح الجمهور. يعني يمكن يا رمضان انت وصلت لمرحله دلوقتي انك بسم الله ما شاء الله عندك نضج فكري وقروي كبير جدا. بعد ما تم عدم اختيارك في قائمه المنتخب طلعت وساندت المنتخب بشكل كبير وشكل محترم، فاعتقد ان رمضان صبحي رغم صغر سنه الا انه عقليته بقت حاجه كبيره جدا وحاجه تفرح، ومساندتك لزمايلك ولعبتك في نفس الوقت اللي انت مش موجود فيه دي حاجه تكبرك. يعني عايز اسمع منك، يعني اكيد انت ما كنتش سعيد بعدم اختيارك للمنتخب، لكن مساندتك للعيب وزعلك على خساره منتخب مصر امام جنوب افريقيا اكيد زي ما انا قلت ده شيء بيزود من رمضان صبحي مش بيقلل منه خالص، وفي نفس الوقت بيكبرك عند كل جمهور المصري اللي قال رمضان صبحي لو كان موجود كان عمل الفارق مع منتخب مصر. لا طبعا الواحد طبعا اكيد كان نفسه يبقى موجود ومتواجد، بس خلاص انت ما اخترتش ده يعني قدر من عند ربنا، فخلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا لازم اساند المنتخب، الجهاز باللعيبه، يعني مش لعيبه بس اقول انا هساند اللعيبه عشان الجهاز ما اخترنيش فما بساندش الجهاز، لا خالص. الجهاز طبعا كنت انا في الاول خلاص ما كانش عندي مشكله خالص معاهم، هو دي وجهه نظرهم الفتره ديت، ممكن يكونوا مش محتاجين رمضان صبحي، ممكن الفتره الجايه ان شاء الله انضم، فما كانش عندي اي مشكله خالص في النقطه دي خالص. يعني قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله الفتره الجايه منتخب مصر واللعيبه اللي كانت موجوده ترجع اقوى واحسن، ونحقق ان شاء الله الجمهور الشعب المصري كله عايزه الفتره اللي جايه ان شاء الله. هاخدك للمحل بقى وابدا من المعسكر ومعسكر استعداد النادي الاهلي، واكيد معسكر على اعلى مستوى، كل ما يتمناه اللاعب موجود في المعسكر ده، وانت اكيد راجل كنت موجود في الدوري الانجليزي وعاصرت معسكرات كثيره جدا، وانا شايف ان المعسكر يتشابه مع المعسكرات الاوروبيه. مباراه المقاولين والزمالك مباراتين صعبين جدا جدا جدا، وبالتالي هم اللي هيحسموا اللقب للنادي الاهلي، شايف المعسكر ازاي ولقائين الزمالك والمقاولون العرب شايفهم ازاي من وجهه نظرك؟ وايه اللي بينكم وبين بعض علشان تتعاهدوا، او ايه اللي بينكم وبين بعض علشان تفوزوا وتحققوا بطوله الدوري كلعيبه؟ لا طبعا رقم واحد المعسكر يعني عالمي بصراحه، في كل حاجه يعني الاداره هنا بصراحه موفره كل حاجه، وكابتن سيد لما جه كل حاجه متوفره. ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى خير، بنتمرن كويس جدا، بنحضر للماتشين بتوع الزمالك،
كل اللعيبه هنا مركزه، كلنا مركزين في البري سيزون اللي احنا نعمل حاجه كويسه. كله طبعا بيدي ال 100% بتاعته عشان ماتشين الزمالك والمقاولين هم زي ما انت قلت عمر اللي هم بتوع الدوري، فان شاء الله نحاول ان احنا نكسب عشان ناخد الدوري البطوله المعتاده للجماهير بتاعه النادي الاهلي. فان شاء الله احنا كلنا مركزين هنا، معسكر على اعلى مستوى، فان شاء الله نحاول ان احنا الفتره اللي جايه نركز اكتر ونرجع مصر ان شاء الله، يبقى فاضلنا الماتشين نستعد ليهم كويس عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله. طيب هفك معاك شويه واخدك بقى للتحديات اللي بتعملها بره الكوره. رمضان صبحي هوايته ايه بره الملعب؟ وده شيء مهم جدا عشان بناء عليها اسالك شويه اسئله. تحب تعمل ايه؟ انت بتشوف عربيه عجله اي حاجه هتلاقيني موجود. ده الفيديو نزل من هنا وراح على طول من الناحيه الثانيه نزل وكل الناس شيرته وكل الناس بدات تركب عليه فيديوهات. يعني صالح جمعه انت راضي عنه الفتره دي قوي، عمال بقى تقول الخلوق الملتزم الجدع لا 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 ده هو صالح حبيبي. لا ما فيش والله، انا اصلا الفيديو احنا هو عملناه الصبح، كان عندنا تمرين الصبح، فجيت نمت شويه عشان عندنا تمرين بعد الدور، صحيت لقيت الدنيا مقلوبه. بس فلا هو صالح دمه خفيف قوي وحبيبي اصلا. صالح اعرفه من زمان، من قبل اصلا الاهلي خالص، كنت معاه في المنتخب. فلا صالح الفتره ديت في كيمياء كويسه. طب انت قاعد مع الكابتن حسام عاشور في الاوضه، لكن ان انت تقعد معاه ده ما يمنعكش ان انت نعم يا كابتن اسلام. اتفضل يا كابتن اسلام مع حضرتك. قاعد مع حسام عاشور؟ اتفضل يا كابتن. حسام عاشور بجد ولا ده هزار؟ ما انا هسأله بقى كابتن فوت المفاجاه. كابتن اسلام قول له يا عيني يا ابني. والله قاعد مع كابتن حسام عاشور. كابتن اسلام بيقول لك بجد انت قاعد مع حسام عاشور؟ قول له ده حبيبي. بيقول لك يا عيني يا ابني. قول له لا ما تقلقش ما تقلقش يا كابتن اسلام. الفكره بس هو يعني هو مش قاعد معاه بس، ده كل يوم بيلعبوا ماتشات بينج وبيقطع كابتن حسام عاشور كمان. ده حقيقي ولا بس يعني احنا بنشوف كده ولا ايه؟ عشان هو وصات قبل ما نخرج عشان نسجل، قال لك يا رمضان ما تقولش اي حاجه. انت اللي قلت خلاص، انا مش هقول، انا قاعد مع كابتن الفريق. انت يعني طب البنج هيكسبك امتى كابتن حسام؟ مش عارف والله، الموضوع صعب جدا. طب النهارده الماتشات خلصت كام؟ يعني قول لي كده. انا اللي كسبته بقى، كسبته 3 ايام وبعد كده قال لي انا تعبت. قال له تعبت يا كابتن خلاص اهو، يعني حضرتك سمعت اهو، هو 3 مرات كسبه وبعد كده قال له خلاص انا تعبت. فكل واحد بقول لك ايه يا رمضان لما هترجع ان شاء الله. استنى كابتن رمضان لما يرجع ان شاء الله. خلي بالك انا بلعب بنج، انا اسكندراني واسكندرانيه كلهم بيلعبوا بنج جامد قوي، فخلي بالك يعني. كابتن اسلام بيقول لك لما ترجع ماتش بنج ما بينك وما بينه عشان هو اسكندراني، فكل الاسكندرانيه حريفه في البنج. قول له لا صح. تحدي خلاص يا كابتن، تحدي على الهواء اهو رمضان. قول له هيلعبوا بشماله، قول له هيلعبوا بشمالي كمان. ايه تحدي في البنج علشان يعني كابتن اسلام يرد؟ خلاص يا كابتن يعني بص هيلعبك يعني بشمال، هو ايمن بس هيلعبك بشمال. ماشي. يلا صعبه يا كابتن. يعني رمضان اخيرا يعني علشان ما اطولش عليك، حابب تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي؟ حابب جمهور الاهلي يسمع كلمه من رمضان صبحي في ختام لقائنا؟ وبالتالي انت بقالك كتير جدا ما تطلعش في الاعلام، مركز في شغلك، مركز في تدريباتك، مركز في ماتشاتك، علشان خاطر هنقفل ونستعد لمباراتين يعني مهمين جدا، الزمالك والمقاولين او المقاولين والزمالك. لا طبعا انا حابب اشكر جمهور الاهلي على الفتره اللي فاتت ديت، الناس وقفت في ظهري جامد جدا، كانوا عايزين ان انا ابقى موجود ومتواجد، فدي حاجه تفرحني وتبسطني. فان شاء الله انا بقول لكم انتوا عارفين الواحد بيحب النادي ازاي، وان شاء الله انتوا تبقوا معانا ونحقق الهدف اللي احنا عايزينه، وان شاء الله السنه ديت تشوفوا اداء مختلف خالص مني ومن اللعيبه كلها كمجموعه، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى خير وناخد كل البطولات ونفسدكم ان شاء الله. يا عمر برضو عايزك تسال يعني بشكرك يا كابتن اخيرا قبل ما يقفل. انا عارف ان احنا سهرناك وانا عارف. طيب كابتن اخيرا يعني كابتن شريف اكرامي كبر بقى عنده 36 سنه، هيقول له ايه؟ كابتن اسلام بيقول لك شريف اكرامي كبر بقى عنده 36 سنه، هتقول له ايه؟ لا طبعا شريف يعني قبل ما هو يبقى كابتني في النادي الاهلي اخويا وحبيبي، فبقول له كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك، والسنه الجايه اشوفك في احسن حال كده، وربنا يكرمك ان شاء الله الفتره اللي جايه. بشكرك يا كابتن رمضان، شكرا جزيلا، سهرناك ومعلش يعني اخذناك من الفريق، لكن ان شاء الله بقى عندك مباراه بكره تستعد بيها على خير، ان شاء الله نبارك لك بكره ونبارك لك بعد الفوز بالدوري ان شاء الله. كابتن رمضان حبيبي عمر انا بشكرك، وبصراحه يعني حاجه اخيره انا حابب اشكر كل الناس اللي هنا، سواء انت ويحيى كريم دكروري، الناس كلها عامله شغل هنا 10 على 10 مغطيين المعسكر كله. بشكرك التيم اللي معانا كله عامل شغل، فربنا يكرمنا، والقناه بتاعت قناه النادي الاهلي طبعا تبقى احسن احسن ان شاء الله. ربنا يخليك يا عمر. بشكرك يا حبيبي. طبعا كابتن اسلام خلصنا مع رمضان صبحي، لكن ده ما يمنعش ان احنا عندنا لقاءات مهمه جدا جدا جدا. زميلي العزيز كريم احمد هيكون مع الكابتن محمد يوسف والكابتن مؤمن زكريا والكابتن صلاح محسن. اكيد نتمنى التوفيق في ختام النادي الاهلي في مباراه بكره ان شاء الله امام نيوبورت الانجليزي في
اه كابتن اسلام النهارده يوم طويل جدا، واحنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا بنحاول على قد ما بنقدر نغطي كل التفاصيل الصغيره، وخاصه مع لعيبه النادي الاهلي. عارف ان الكابتن سيد يعني حضرتك عارف على عينه الموضوع ده طبعا. بس احنا بنحاول ننتهز يعني اكتر وقت ممكن متعلقين ان احنا ناخد اللعيبه لعيبه النادي الاهلي، علشان حضرتك عارف ان هم يعني قليلين في الكلام، فننتهز فرصه المعسكر ودايما يا كابتن نكون معانا لعيبه النادي الاهلي وحصريات من معسكر اسبانيا على قناه النادي الاهلي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن اسلام، مش طول عليك، ويعني هسيب حضرتك تستمتع مع الساده المشاهدين في برنامج كامل. انا اللي بشكر.